قلت لك تبعد عن المعفن اللي اسمه سيف، قلت لي ما تخافيش عليا، انا ناصح هاخد منه ومش حدي. تكلموا على مراتك وما تتكلمش معايا انا ولا ورحمه امي ولا معاه ولا مع غيره، ما اتكلمتش مع حد خالص. طب ورحمه امي انا؟ قال لي صالحك على حمدي، ده اخويا الصغير، هيعرف منين اننا متخانقين. انت عامشه يا ماما ولا ايه؟ ما تبصي لي كده وتوجهي لي الكلام. ماليش كلام معاك. يعني فالحة تلبسيني تومه مش عايز تاخدي وتدي معايا؟ مش تسمعي اقول لك ايه؟ تاكلوا بعض انتوا الاثنين. انا دلوقتي في الجاي في اللي اسمه سيف. بيكلمها كده على اساس ايه؟ والله ما اعرف. شربات انا مش كذاب، لو كنت اتكلمت كنت اقول لك اه اتكلمت. لا اخاف منك ولا اخاف من اسم النبي حارسه. وبعدين سيف عندك، روح اساليه. اه اساله وانا خايفه منك انت وهو. وفرت عليا المشوار، كنت جايه اجيبك من قفاك. واقف بتتصنط، مش هبتدي الحكايه بقى من اولها، ده وسخ في عيله وسخه. انا ما كنتش بتصنط على فكره. انا شفت حمدي كان معدي من قدام المكتب من غير ما يسلم عليا، كان متنرفز. فقلت اجي اشوف فيه ايه، وبعدين احنا بقينا خلاص عيله واحده. لقيت صوتك هو عالي واسمي بيتقال. وخلاص سمعت. واسف جدا لو كنت استبيبت في مشكله ما كانش قصدي ان انا اسبب فيها. اسف جدا يا مدام بسمه. اسف جدا يا حمدي. انا كل اللي كان قصدي اني ازيل الخلاف مش ازوده. وزلته يا اخويا؟ على فكره حمدي ما حكاليش اي حاجه. انا كنت بالصدفه واقف في البلكونه ولقيتهم بيتكلموا وشكلهم متضايقين، فقلت اكيد يبقى في مشكله. فقلت يعني احاول احلها. وتحلها بصفتك ايه؟ تخش بينهم ليه؟ بصفتي عايز ابقى واحد منكم باي طريقه. بصفتي حاسس بالغربه زيكم بالظبط، وسط عيلة حكيم ومؤامراته. بصفتي حاسس بيكي، حاسس بيكوا كلكم. انا ما يرضيش الظلم اللي هما بيظلموه لكم، ولا حتى يرضين اللي بيعملوه فيكي ولا اللي لسه هيعملوه. انا قلتها لحمدي قبل كده، قلت له يفهمك انك ما تاخديش اي انطباع عني ولا حتى تسمعي كلام حد عني، حتى لو كان بابا حكيم الله يرحمه. بلاش بابا، دي كان بيتنقط لما بيسمعها منك ججبو. دي مش مسكنه ولا حتى مسح جوخ. انا قلتها لحمدي قبل كده، قلت لك انا معاك عشان مصلحتي معاك، انا مش منهم وعمرهم ما يعتبروني واحد منهم. واحنا بقى اللي هنعتبرك واحد مننا؟ جربيني وبعد كده ابقى احكمي واحد منكم ولا مش واحد منكم. اديني الامان وشوفي سيف ده بقى هيعمل ايه. حاتم وطنط عواطف مش هيهمدوا غير لما يلبسوك المصيبه عشان يرجعوا الفلوس. الناس دي على الرغم من انهم بيكرهوني زي ما انا بكرههم بالظبط، بس بيتكلموا قدامي، ولو ما اتكلموش قدامي بيتكلموا قدام نسرين، ونسرين بتيجي تحكي لي. ده غير بقى سراديب ودهاليز المؤسسة كلها. خليني عنك اللي هتشوفي بيها مؤامرتهم، وخليني ودانك اللي هتسمعي بيها خططهم ضدك. ده كده ببلاش يعني عشان خاطر سواد عيوني ولا عشان خاطر سواد عيون صح؟ هو طبعا مفيش حاجة ببلاش. يعني كل حاجة بتبقى قصادها حاجة. يعني أنا مثلا هبقى عينك ودانك اللي وسطهم مقابل إنك تراعيني ماديا، تثبتيني، تزودي لي مرتبي في ظل الزيادات الهائله اللي بتحصل للناس كلها الا انا، انبسطتي مني، كافئيني، يعني تراعيني بشكل عام يا مدام شوشت. طب افرض ما رضيتنيش، اعمل فيك ايه ساعتها؟ اعملي فيا اللي انت عايزاه، ان شاء الله حتى تعلقيني من حواليك. هنتفهم لك واحدة واحدة.